ولتسليط الضوء على الوضع الاقتصادي في العراق في ظل سياسة الاقتراض التي تنتهجها الحكومة الحالية، معنا من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي خضير كاظم حمود. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك. الحكومة الحالية في العراق تعود مرة جديدة إلى الاقتراض بدعوى التخفيض من الأزمة المالية. السؤال هنا، ألا تجد الحكومة ومستشاروها طرقا أخرى غير تكبيل العراق بمزيد من الديون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن أسلوب الاقتراض يعتبر بديل بمثابة قطع الجزء المتردي من جسم الإنسان بدلاً إصلاحه. الإصلاح الحقيقي يتطلب أن تنظر هذه الحكومة إلى الواقع الاقتصادي بشكل سليم وبموضوعية، على أن لا يشوب هذا التذكير ما تعيشه من فساد في مجمل الحياة الاقتصادية، لأن طبيعة الإيرادات التي ممكن أن تغذي الموازنات العراقية المختلفة وطبيعة النفقات مرتبطة ببعضها البعض، بحيث أن إمكانية الموازنة يمكن أن نخفض أي عجز من خلال زيادة رواسب الإيرادات التي هي كثيرة في العراق، منها على سبيل المثال المنافذ الحدودية، النقل، الاتصالات، إضافة إلى الأموال التي هربت خارج العراق بوسائل مختلفة تحت ظل عملية الفساد العارم الذي يعيشه العراق، فهم يستطيعون من خلال هذه الأموال أن يقلصون حاجة العراق الفعلية لتغذية الموازنة التشغيلية بعد أن تحقق هذه الروافد إمكانية إيرادات واسعة للبلد. لماذا لا يفعلون دكتور؟ السؤال، لماذا لا يفعلون طالما أن ذلك يعد وسائل للتقليص من المشكلة، الحد من المشكلة؟ أخي، هناك هذه القوى التي تحكم العراق تسير وفق أجندات راغبة بالانتقام من العراق، لأن العراق يشكل شوكة في عيون القوى الإقليمية وبالأخص القوى الفارسية، فهم يريدون أن يضعفوا قدرات العراق ويدمروه بوسائل مختلفة. ولذلك لو تريد أن تلاحظ أن الموازنة الحالية يقال أنها موازنة تقشفية، لكنها أكثر الموازنات التي تم إعدادها في العراق، يعني 164 تريليون، في حين موازنات 19 و18 و17 كانت بحدود 72 و78 تريليون. نعم. فتجد هناك حركة انتقامية تمارس لتدمير العراق وقيادته من خلال الاعتماد على البنك الدولي وصندوق النقد، الذين إذا دخلوا إلى بلد دمروه ثم قاموا بسبل مختلفة إلى تقسيمه، وهذا هو الهدف الذي يسعون لتحقيقه. نعم، في الحقيقة يعني دكتور، أنت تعرف أكثر منا يعني أن كثير من الدول التي كانت عليها ديون وقروض تخلصت منها أو في سبيلها للتخلص منها، وأقل ما تجد دولة تلجأ إلى مزيد من القروض في هذا الزمن. السؤال عن مآلات الوضع الاقتصادي العراقي في ضوء هذه القروض. نحن نتحدث عن مستقبل اقتصادي للأسف سيء جدا للعراقيين. مستقبل العراق مع القروض التي يحصل عليها من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، تأكد
قد يشبه بحالة يوغوسلافيا، سيقسموه إلى مقاطعات وفقا لطبيعة الفكر الذي تسعى لتحقيقه القوى التي تريد أن تهدم العراق وتضعف قدراته وتحقق من جراء ذلك أن يشيع الفساد والضياع والدمار في العراق، وهذا هو الهدف الأسمى الذي يسعون إليه. نعم. طيب، عندما يتحدث وزير المالية الحالي عن عجز تجاوز 71 تريليون دينار في الموازنة، مع كل هذه القروض يوجد هذا العجز الكبير، كيف يمكن تفسير ذلك دكتور من الناحية الاقتصادية؟ يا أخي، إذا تريد تلاحظ هذا 71 تريليون، لو بس يحاولون أن يخفضوا الرواتب المجحفة التي يتقاضاها البرلمانيون والحكومة والمستشارون والقضاة وكل العناصر التي وما يدفع إلى رفحة وما يدفع، يعني أنت أخذ على سبيل المثال رئيس جمهورية مثل غازي الياور يتقاضى راتب تقاعدي وهو لم يحكم إلا 3 أشهر بالعراق، يتقاضى راتب تقاعد 52 مليون دينار، وعلى شاكلة هؤلاء، في حين أن أبناء الشعب الذي يعيش الفقر المدقع في كل أوصاله يتقاضى 250 و400 و500 وإلى آخره. فتجد أن التباين والتفاوت في هذه الدخول هي التي جعلت من المبالغ التشغيلية بالموازنة كبيرة جدا، وخلقت هذا العجز الذي يشكل 71 تريليون. دكتور، أريد أن أسألك أخيرا لضيق الوقت، يعني إذا كان إجمالي الدين وصل إلى 80 مليار دولار، من الناحية الاقتصادية هل يمكن الحديث عن نهضة اقتصادية قريبة ما في ضوء هذه الديون؟ يعني هي الحكومة تقول أنها تفعل ذلك من أجل تحسين أوضاع الاقتصاد، لكن كيف سيكون ذلك يعني؟ يا أخي، راح يثقل كاهل العراق إجمالا بديون لا نستطيع أن ندفع فوائدها. نعم. وحينما نصل إلى هذه الكارثة لا نستطيع أن ندفع فوائد الديون المترتبة بذمة الحكومة العراقية، سيؤول الأمر إلى تدمير العراق وتقسيمه وفق المنهج الذي تقتضيه مصالح الدول الإقليمية. إذن هذا هو يعني الكلام في الصميم في الحقيقة، وفق ما تقتضيه مصالح تلك الدول. شكرا لك الدكتور خضير كاظم حمود الأكاديمي والخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.